السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ اخباركم؟ طيبين ان شاء الله؟ شلون وياكم رمضان؟ صيامكم شلونه؟ قيامكم؟ ربي يحفظكم ويحميكم من كل شر وتعدي هذه الازمه على خير. وش اقول لكم؟ والله ما اعرف. اي والله، والله مليت من قعده البيت ومليت من كل شيء. ارد اشوفكم، ارد اشوف المدرسه، ارد اطلع اجي اركب الباص. المهم، اخذنا بالحصه اللي فاتت التقارير، مو التقارير العفو، شفنا كيف احنا ندير احصائيات، شفنا المجموع، شفنا بعض الامور اللي هي متعلقه بالجدول نفسه، اخذنا المرفقات، اخذنا كثير من الامور اللي لها علاقه بالش اسمه الجدول نفسه وكيفيه ادخال البيانات به. وقلنا راح ننطلق الى الفصل العاشر وال11 والى اخره من الافصل لانها سهله، وبعدين ان شاء الله اذا بقى عندنا وقت نرجع للافصل اللي هي فوق اللي هي العلاقات والى اخره من الافصل. ان شاء الله نماذج. الفصل هذا سهل وممتع كثير. النموذج شنو تعريفه؟ النموذج هو عنصر، العنصر الذي يسمح لك بعرض المعلومات لسجلات الجداول وتحريرها، كل سجل على حده. زين حبايبي، تعريف النموذج هذا. زين، شنو يمكن النموذج؟ يمكنك النموذج من تصميم النماذج بشكل يصبح معه ادخال البيانات واسترجاعها اسهل. يعني هسه هاي وظيفه النماذج. زين حبايبي، يمكنك من وين يمكنني؟ برنامج الاكسس اللي هو اللي احنا نستخدمه. برنامج الاكسس صح، هو يمكنني من انشاء النماذج والى اخره. وظيفه النموذج بصوره عامه هو تسهيل عمليه عرض المعلومات للسجلات وتحريرها. تحريرها شنو معناتها؟ تحرير البيانات شنو معناتها؟ معناتها اغير فيها. زين، اغير في المعلومات اللي موجوده في الجدول، اضيف معلومات جديده، انحي معلومات قديمه، الى اخره. ادير تعديل على سجل معين، ادير مثلا تغيير اسم كتاب، عدد الكتب اللي موجوده في المخزن الى اخره. زين، احنا ليش نحتاج النماذج بصوره عامه؟ ليش برنامج الاكسس؟ برنامج الاكسس يعطينا انشاء وبعدين عندي نماذج اللي هي هاي، تصميم، نموذج اضافي، نموذج، نموذج مقسم، عناصر متعدده. ليش هاي النماذج موجوده عندي؟ احنا قلنا بالفصل الاول انه مستخدمي قواعد البيانات ذو درجات متفاوته من الخبره. انا عندي خبره قاعده البيانات، يعني اذا كان عندي نموذج لادخال البيانات موجود اقدر استخدمه وبكل سهوله، وايضا اقدر انقر نقرتين او ادير فتح للجدول واضيف البيانات اللي اني ابيها وما عندي اي مشكله بالموضوع. ليش؟ لان اني عندي خبره في قاعده البيانات، عندي خبره في الكمبيوتر، اختصاصي يأهلني انه انا استخدم اي شيء ان كان جدول بسيط او نموذج ملون. لكن في عدد مستخدمين هائل ما عندهم خبره قواعد البيانات ولا عندهم خبره في الكمبيوتر. فاحنا شنو ندير بعد ما نصمم قاعده البيانات، بعد ما ننشئ كافة الجداول، بعد ما ندير العلاقات كاملة اللي هي الواحد إلى واحد، واحد إلى متعدد، ومتعدد إلى متعدد وإلى آخره، نجي ننشئ نماذج. هذه النماذج تسهل على المستخدمين اللي هم مثلا خلنا نفرض الأساتذة أو الإدارة أنه تدخل بيانات، تقوم بتحرير البيانات، تعديلها. يعني مثلا واحد من عندكم غير عنوانه، واحد من عندكم غير الباص، واحد من عندكم غير رقم الهاتف إلى آخره. فالنماذج تساعدنا أنه إدخال البيانات واسترجاع حيكون أسهل، وأيضا يصبح التنقل ضمن قاعدة البيانات أبسط. فمن بهذا الفصل إحنا رح نتعلم كيفية إنشاء النماذج على مود نحصل هذه الفوائد. زين، إنشاء النموذج. النموذج يستخدم لعرض السجلات جدول أو أكثر، وهو مصمم ليتم استخدامه في إدخال البيانات وتحريرها. وهذا الشيء إحنا تعلمناه، ومن خلال إنشاء النموذج يمكنك جعل قاعدة البيانات أكثر مرونة وأسهل للاستخدام. طريقة العمل كيف؟ أول شيء نمشي علامة التبويب إنشاء، بعدين نضغط على أو ننقر على زر نماذج إضافية اللي هو هذا، بعدين نختار معالج النماذج اللي هو الاختيار الأول صح؟ زين، بعدين سوف يظهر لنا نموذج معالج النماذج هذا. زين، هذا الشكل. راح نرجع القاعدة البيانات. هسه أنا قاعدة البيانات تبعي شنو اسمها؟ اسمها المكتبة المدرسية 17 فبراير. جزء التنقل هذا كم جدول يحوي؟ يحوي على جدول واحد فقط اللي هو المخزن، الكتب المتوفرة اللي عندنا. زين، فراح نروح الإنشاء، بعدين نماذج إضافية،
بعدين نختار معالج النماذج. شوفوا هنا جدول استعلامات، هنا هذا شنو معناته؟ من أنقر هنا، من أنقر هنا راح تظهر لي قائمة منسدلة. هذه القائمة المنسدلة تحتوي على كافة الجداول الموجودة في جزء التنقل، وبما أنه قاعدة البيانات اللي عندي تحتوي على جدول واحد، إذا ظهر لي جدول واحد. زين، فأنا اختاريت هذا الجدول. زين، بعد ما اختار الجدول راح يظهر لي الحقول المتوفرة. الحقول المتوفرة، فعندي أول حقل رمز الكتاب، بعدين اسم الكتاب، موضوع الكتاب، المخزن، دار النشر، تاريخ، أسماء المؤلفين، سعر الكتاب، سعر نسخة من الكتاب، وإلى آخره. فلو تشوفون هاي من جابها هو، لو احنا ندخل عرض التصميم هذه، صح؟ هاي احنا درناها من صممناها. فاحنا شنو نريد نسوي؟ يا إما نستخدم، يا إما نستخدم اللي هو هذا المعالج من أجل أنه احنا نختار عدد معين من الحقول، أو نختار الحقول كلها، نختار حقول الجدول كلها من أجل أن تظهر في النموذج. إذا ضغطنا هنا شنو مكتوب؟ هنا يضيف الكل. هذا السهمين معناتها إضافة كافة الحقول إلى الحقول المحددة اللي هو تبع النموذج. وإذا ضغطت على السهم هذا الواحد، فأنا راح أختار حقل حقل. فمثلا راح أختار رمز الكتاب، ضفته. زين، اسم الكتاب راح أضيفه، تمام. وعندي دار النشر أريده، المخزن كم واحد موجود أضيفه، وعندي أسماء المؤلفين وسعر الكتاب. زين، شنو معناتها هاي هسة؟ معناتها أنه أنا راح أنشئ نموذج جديد. هذا النموذج راح يستخدم الجدول اللي اسمه الكتب المتوفرة، تمام؟ راح ياخذ من عنده الحقول 1 2 3 4 5 6 ويترك هذه الثلاثة، ما إلا دخل بيها. أنا أقدر يعني أختار، قلت لكم كل كافة الحقول، وأقدر أختار حقول معينة. فأنا هسه من اختاريت هذا العدد وتركت هذه الثلاثة، أنا ممكن أصمم نموذج آخر، زين، يستخدمه موظفين غير الموظفين اللي يستخدمون هذا النموذج، من أجل تحديد تاريخ النشر وكتابة موضوع الكتاب ونسخة من الكتاب اللي هو المرفق. زين، فمثلاً أنا أقدر أرجع سعر الكتاب، وأقدر أرجع أسماء المؤلفين، وأختار هذه الأربعة فقط، راح يكون عندي نموذج رقم واحد. بعدين أستخدم معالج النماذج مرة ثانية وأصمم نموذج آخر من أجل إدخال موضوع الكتاب، تاريخ النشر، أسماء المؤلفين، سعر الكتاب ونسخة من الكتاب. زين حبايبي، فأنا أقدر أسوي عدة نماذج. فمثلا النموذج الأول أعطيه للإدارة اللي هو إدارة المكتبة، النموذج الثاني اللي هو أعطيه لقسم التسويق اللي هم الأساتذة المسؤولين عن مثلا عرض تفاصيل الكتاب، إدارة المخزن، إدارة أسماء المؤلفين وإلى آخره. فأنا حسب قاعدة البيانات، حسب التصميم اللي عندي، حسب المعطيات اللي عندي، أقسم النماذج تبعي وأعطيها للموظفين المعنيين. فإحنا مختارينا المخزن، قلنا موضوع الكتاب، خلنا نرجع نضيفه، وسعر الكتاب، أسماء المؤلفين، تمام، دار النشر خلنا نحيها ما نريد، والمخزن أوكي خلوها. زين، هسا أنا كم واحد عندي صار؟ 1 2 3 4 5 6 6. راح أضغط التالي. زين، هنايا أريد من عندي التخطيط الذي تريده للنموذج. النموذج اللي راح يظهر للمستخدم بعد ما إحنا ننتهي من تصميمه، شلون تريد أنت؟ تريد يكون جدول بهالطريقة؟ تريد يكون عامودي بهالطريقة؟ تريده يكون ورقة بيانات شكله بهالطريقة؟ أو نختار ضبط إحنا نعدل عليه وننسقه بالطريقة اللي إحنا نريدها وبعدين نظهره. فخلنا نختار هسا عامودي من أجل الحصة أنه تستمر. راح أضغط التالي، تمام. بعدين هسا النمط اللي تريده، تصميم، شنو تحب تصميم؟ مثلا تريد هذا اللون يكون أزرق، تريد مثلا أزرق غامق بهالطريقة، تريد مثلا هاي الأصل ألوان بهالطريقة، زين، انقلاب، بلا أي شي اسمه، تدقيق مثلا شكله، تقنية، حركة، إلى آخره. تريد أكسس 2007 2003 إلى آخره. فيعطيك برنامج الأكسس، شوفوها كلها نماذج ملونة وتكون أشكال حلوة
من أجل أنه المستخدم يرتاح لها، يرتاح لها في الاستخدام، يرتاح لها في إدخال البيانات وإلى آخره. زين، فمثلا رحلة عندنا، مدني، إلى آخره. فإحنا شنو قلنا كانت؟ بالله أوقف، خلنا نختار نفذ واحد، ألوان متوسطة، تدقيق، أوكي، ألوان متوسطة. التالي، زين، هل أنه ترغب أنت في فتح النموذج مباشرة لعرض وإدخال البيانات؟ نعم، إنهاء، هي يعني النموذج هذا، تمام. هسه هذا النموذج، شوفوا هسه جزء التنقل، جزء التنقل شنو صار عندنا به؟ صار عندنا جدول اللي هو الكتب المتوفرة، وصار عندنا شنو عندنا هسه؟ صار عندنا نموذج، فصار عندنا هسه حاجتين. فبهالطريقة هاي، فهسه أنا عندي هذا هنا، اسم رمز الكتاب، رمز الكتاب واحد، اسم الكتاب أنكرا سيتي جايد، زين، الموجود بالمخزن 4، موضوع الكتاب سيتي لايف، سعر الكتاب 10، اسم المؤلفين سارة أحمد. شوفوا طريقة عرض بيانات حلوة، تمام، تكون نقدر نغيرها إذا تحبون. دقيقة بالله، مثلا أوكي، خل أدير له حفظ، بعدين أجي هنا طريقة عرض التخطيط، طريقة عرض التخطيط يمكن أقدر أختار منها التنسيق. دقيقة، هذا تحبوه أحلى، هذا شوية يمكن، هذا أحلى. خلينا ندير حفظ، تمام، نسكر هاي ونرجع للصفحة الرئيسية، نغلق هذا، تمام، ونقرتين يظهر لنا بهالطريقة. فشوفوا هسه عندي هنا الكتب المتوفرة اللي هو اسم الجدول اللي أنا اشتقيت من عنده هذا شو اسمه النموذج، زين، وهنا عندي الأسماء، السجلات اللي أنا اللي اختاريتها، والمعلومات. فتشوفون هسه أنتوا، دقيقة، خل أنا أصعد هاي لفوق شوية، زين، وبعدين أنزل هاي هنا بهالطريقة. فشوفوا هسه عندي لون، أسماء، وعندي معلومات. تعقيد الجدول مش موجود، هذا تعقيد الجدول وإضافة الاتاتشمنت وكتابة الأرقام وجعل الحقل مطلوب وغير مطلوب إلى آخره ما موجود. صفحة حلوة مرتبة ملونة، تكون أسماء القيم هنا والقيم تبعتها هنا موجودة، اسم الكتاب مقابلة، كل حقل مقابلة. فهذا نموذج أني أقدر أنطيه المستخدم وأطلب من عنده أنه يبحث عن كتب، يدخل أسماء كتب جديدة، يغير يحرر البيانات. يعني مثلا كتاب كلمة سيتي لايف يقدر يمسحها ويضيف عليها أو يضيف شغلات جديدة، يحرر البيانات إلى آخره. زين، نجي نكمل. هسا عندنا هذا معالج النماذج، بعدين عندي انقر على هاي الأسهم اللي قلت لكم عليها، فهذا الزر لنقله إلى قائمة الحقول المحددة، وإذا ضغطنا على الزر اللي هو صاير بهالطريقة معناتها أنه أنا راح أنقل كافة الحقول، لكن إذا ضغطت على الزر اللي هو علامة الأصغر وحدة راح أنقل الحقل اللي أنا حددته فقط وليس كافة الحقول. زين، كرر العمليات اللي هي 5 وش اسمه 3 4 5، أختار اسم الحقل وأضيف، أختار اسم الحقل وأضيف، أختار وأمشي بهالطريقة. زين، الملاحظة شو تقول؟ ضيف الحقول اللي أنت اللي تريدها بالترتيب لكي تظهر على النموذج، احنا ضفناها ما عندنا مشكلة. زين، ملاحظة ثانية، إذا اخترت حقولا تابعة لأكثر من جدول يجب أن تكون هذه الجداول ذات صلة ببعضها. هاي معلومة مهمة. المقصود شنو معناتها إذا اختارت حقول تابعة لأكثر من جدول؟ نموذج هذا التصميم، معالج النماذج ينطيني خيار عن طريق استخدام هذه القائمة المنسدلة أنه أني أختار أكثر من جدول. زين، راح أرسم لكم إياها. شوفوا، عندي أني الجدول اللي هو المخزن، وعندي جدول أسماء الكتب مثلا، وعندي جدول اللي هو مثلا أسماء الكتب ومعلومات الكتب اللي أنا عطيتها للطلاب أو بعتها. فكم جدول هسه صار عندي؟ تمام، صار عندي جدول رقم 3 و2 و1. المعالج هذا المعالج عن طريق استخدام هذه القائمة المنسدلة شنو يتيح لي خاصية؟ أنه أنا أبني نموذج نفس هذا اللي إحنا درناه قبل شوية، أبني نموذج ملون وكامل، لكن البيانات اللي موجودة في الجدول ممكن تكون من الموجودة في النموذج ممكن تكون من جدول واحد
وممكن تكون من جدولين وممكن تكون من ثلاث جداول. فمثلا الحقل الأول والثاني والثالث من النموذج أنا أخذها من الجدول الثاني، والحقل الرابع والخامس اللي هو سعر الكتاب والمخزن أخذها من الجدول الأول. تمام زين. والكتب اللي أنا بعتها اللي هو الحقل السادس والسابع والثامن مثلا في النموذج نفسه أسحبها من هذا الجدول. فشفتوا أنا شنو سويت هسه؟ عندي ثلاث جداول تحتوي على معلومات مختلفة، أخذت سجلات معينة من الجدول الأول والثاني والثالث، وكلها قمت بجمعها بنموذج واحد مبسط وملون من أجل أن المستخدم يتعامل مع البيانات بطريقة أسهل. تمام؟ فهو يستخدم نموذج واحد من أجل تحرير وتعديل البيانات، والنموذج شنو يدير؟ هذا النموذج هو يقوم بإرسال البيانات إلى الجداول وتغييرها، بحيث المستخدم بعد ما إلى علاقة، يعني ما يدخل على الجدول الأول ويغير، ويدخل على الجدول الثاني ويغير، ويدخل على الجدول الثالث ويغير، لا، هو نموذج واحد ربطت فيه الجدول الثالث والثاني والأول، ربطتهم في نموذج واحد. المستخدم يدخل على النموذج، ألوان حلوة، جدول مرتب، يدخل معلومات، والنموذج يقوم بتقسيم المعلومات إلى هذه الجداول المرتبطة. زين، الملاحظة شنو تقول؟ تقول إذا أنت قمت بربط عدة جداول في نموذج واحد. زين، إذا أنت قمت بربط عدة جداول في نموذج واحد، هذه الجداول يجب أن تكون مرتبطة بعلاقات، يعني واحد إلى واحد، واحد إلى متعدد، متعدد إلى متعدد، واحد من ذني العلاقات يجب أن تكون مرتبطة مع بعضها. يعني مثلا الجدول الأول مع الثالث بعلاقة، الجدول الثاني مع الثالث، الثاني مع الأول، الثاني مع الثالث، كلها مرتبطة بعلاقات. لا يجوز استخدام أكثر من جدول في نموذج إذا لم يكن مرتبط بعلاقة. يعني مثلا إذا أنا جيت هسه وضفت جدول جديد لقاعدة البيانات وسميته جدول رقم 4، هل أنه أنا أقدر أستخدم هذا الجدول وأضيفه كاستعلام للنموذج؟ لا، ما أقدر. ليش؟ لأن هذا الجدول لا يحتوي على علاقة مع الجدول الأول أو الثاني أو الثالث، ما عنده علاقة بهم. فأنا كيف أجيب بيانات واستعلامات من عدة جداول لا تحتوي على علاقات بيناتها؟ فهذا الجدول أنا ما أقدر أضيفه، لازم بالبداية شنو أدير؟ أدير لعلاقة مع هذه الجداول، بعدين أسحب الجدول باستخدام معالج النماذج وأضيفه إلى النموذج تبعي. فهي هاي معنى الملاحظة. الملاحظة كلتها تدور حول هذا الشيء، واللي هو أنه الجداول يجب أن تكون ذات صلة ببعضها البعض، خاطر احنا نستخدمها كلتها وننشئ نموذج واحد يجمعها كلها. زين، نشوف الملاحظة اللي بعدها. تمام، نختار التخطيط. هاي النقاط يعني مجرد أمور يعني عادية، لا تحفظوها، أنا ما أتعبكم فيها، بس الأمور اللي أنا أأشرها. زين، الملاحظة هاي شو تقول؟ النماذج لها تصميمات مختلفة، كل مرة تقوم باختيار مظهر مختلف وسيتم عرضه إلى اليمين وإلى آخره. النماذج لها تصميمات مختلفة، يعني أنا لست ملتزما، أنا مو ملتزم بتصميم واحد، لا، حسب ما المستخدم يريد، حسب ما المستخدم قاعدة البيانات يبي، أنا أقدر أعطي النموذج اللي هو اللي يحبه. فمثلا هذا النموذج المستخدمين محبه، أوكي، ما عندي مشكلة. أذهب وين؟ أذهب إلى النموذج، تمام، وأنقر زر الفأرة الأيمن، بعدين طريقة عرض التخطيط اللي هو هذا، وأجي هناية وأختار النوع أو الشكل اللي المستخدمين تبعي يحبوا، احتمال هذا. زين، احتمال مثلا يحبون اللون الأحمر اللي هو هذا، تمام، ما عندي مشكلة، عجبهم، حفظ، إغلاق، بعدين أجي ينفتح النموذج بهالطريقة هاي. فشوفوا أنا بنقرتين غيرت تصميم كامل المن للنموذج. فأنا لست ملزما، يعني احنا ملتزمين بنموذج واحد بتصميم واحد، لا، عندنا الوان، عندنا تصاميم مختلفه، اختار من عندها فيما يناسب رغبه المستخدمين تبعتي. زين، وهنا يقول لديك العدد من الانماط المختلفه التي يمكن الاختيار من عندها، مثل لون الشاشه، الالوان، الخطوط، الخلفيات الى اخره.
فأني أقدر مثلا هي نفسها من أجي على عرض طريقة عرض التخطيط عندي شوفوا هاي الألوان نوع الخط حجم الخط مثلا تريدوه 11 16 زين شوفوا حجم الخط تغير هذا صار 16 مثلا تغيروه مثلا تريدون هذا تمام شوفوا تغير شكل الخط بس احنا نبقي نفس ما هو على مود يكون مقروء ويعني العفو يكون مقروء وظاهر ومبين المن للمستخدم اقدر اغير شكل هذا الخط همين مثلا اذا اختاريت شوفوا تغير رمز الكتاب خلينا نغيرها كلتها تصير احلى اسم الكتاب المخزن طبعا تقدرون تغيرون نوع الخط الحجم اللي يعجبكم الالوان عندي لون احمر لون اخضر الى اخره سعر الكتاب خلينا نغير بس هذني الاثنين البقت وننتقل للموضوع اللي بعده زين وطبعا لازم ادير حفظ همين نفس ما تعلمنا اقدر اضيف شعارات شعار المدرسه شعار المكتبه شعار الصوره اي شيء اقدر اغير الالوان اقدر اضيف جداول تاريخ وقت عنوان اللي يعجبكم كثير من الشغلات انا اقدر استخدمها راح ندير حفظ بعدين اغلاق ونجي نشوف تمام شوفوا هسه صار عندي هذا اللون حلو الكتابه صارت اوضح اقدر ازيد حجمها والى اخره فهو هذا القصد بالملاحظات او تغيير الالوان والخطوط تبعي والى اخره زين من احنا قلنا انه النموذج يستخدم لعرض البيانات بطريقه سهله وشنو قلنا ايضا يستخدم لتحرير البيانات تحريرها يعني تعديل البيانات صح زين الموضوع اللي ورا راح احنا نتعلم كيف راح ندخل البيانات باستخدام النموذج اللي اني انشاته هذا النموذج اللي اني انشاته زين هسه لو نرجع الى الجدول هسه رمز الكتاب واحد أنكرة سيتي تور 4 والسيتي لايف والموضوع ها اللي هو من هو السجل الاول صح رقم 1 أنكرة سيتي تور جايد سيتي لايف والمخزن عندي 4 ودار النشر والى اخره زين الجدول مالتي اللي انا استمديت من عند النموذج على كم سجل يحوي على سجلات كثيره زين انا هسه حاليا واقف بالسجل الاول زين كيف انتقل للسجلات البقيه كيف انتقل لسجلات البقيه ما انا اقدر اعرض البيانات اقدر احررها زين انا هسه ظهر لي السجل الاول كل ما افتح كل ما اقوم بفتح النموذج يظهر لي السجل الاول زين اسكره افتحه مره ثانيه النموذج الاول زين هسه شنو الفائده من عنده ما هي الفائده يعني كل مره السجل الاول السجل الاول السجل الاول زين هنا شنو يقول ادخال البيانات الى النموذج يشبه الى حد كبير ادخال البيانات في الجدول تمام بعد الانتهاء اللي هو هاي احنا نتذكرها من كنا نستخدم التاب والى اخره لكن باستخدام النموذج احنا عدنا هاي مو احنا قلنا تسهل العمليه علينا صح زين هاي وين صايره هاي شوفوا هنا تحت هي عنها فراح نجي نتعلمها واحده واحده عدنا اللي هو السهم وعليه خط بهالطريقه اللي هو هذا راح اكبر لكم اياها اللي هو هذا زين الانتقال الى السجل الاول وهذا الانتقال الى السجل الاخير السجل الاول كيف احنا نعرف موجودين احنا بالسجل الاول رقم شوفوا 1 ل 8 1 الى 8 يعني انا هسه حاليا بالسجل الاول تمام والجدول يحوي على 8 سجلات انا هسه في الاول والسجل الجدول النموذج يحوي على 8 سجلات زين اذا انقر هنا امشي للسجل الاول دقيقه خل ارفع لكم اياها لي فوق عم تشوفوها شوفوا السجل الاول اذا انقر هنا السجل الاخير السجل الاخير اي واحد فيهم يعني سجل رقم 8 زين راح انقر عليه واشوف شفتوا راسا تغيرت المعلومات مشيت للسجل الاخير اللي هو 8 8 هسه اذا انقر هنا راح امشي للسجل الاول رمز الكتاب 1 انقره والى اخره فلو نشوف احنا الجدول مالتنا السجل الاخير 4 طريقك الى النجاح وعندي 240 نسخه من عنده راح اجي هنا السجل الاخير ها 4 طريقك الى النجاح 240 نسخه زين وهنا عندي الفهرس من 1 الى 8 نجي نشوف باقي الحقول شو تقول الانتقال الى السجل السابق اللي هو مجرد سهم والانتقال الى السجل التالي زين اللي هو هنا عندي عدد السجلات هذا اللي انا قلت لكم عليه تمام
خلينا نشوف هسه، هسه انا وين موجود؟ بالسجل الاول، اريد اتصفح الجدول. سجل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وصلت للنهاية. فهنا صار عندي انتقال يمنى ويسرى بهالطريقة. زين؟ فرح نجي نعيدها. عندنا هنا فهرس يبين لي السجل الحالي من عدد السجلات. هنا السجل الأول، هنا السجل الأخير، هنا شنو عندي؟ السجل التالي اللي هو بعد هذا من هو؟ رقم 2. إذا أرجع حصير رقم 1. زين، شنو بعد عندي النقطة الأخيرة؟ هاي، هذا السهم اللي عليه نجمة ذهبية. شنو وظيفته هذا؟ يضيف سجل جديد فارغ. هسه من أنقر هنا رأسا راح يضيف لي سجل جديد، يعني كأنما أنا جيت إلى هنا وضفت سجل جديد. راح نجي نجربها. ها شوفوا، جديد رمز الكتاب، اسم الكتاب، معلومات كلها ماكو. زين، راح نجي هنا مثلا ننطي 13. طبعا احنا ما نقدر هنا نكتب، لان احنا شو مسوين؟ ترقيم تلقائي. شو تحبون اسم الكتاب؟ مثلا الاول، العفو، الاول ثانوي. زين، التربية البدنية. زين، المخزن كم نسخة عندي؟ 100 كتاب. موضوع الكتاب رياضة ونشاط بدني. زين، سعر الكتاب، جبت تريدون الكتاب؟ سعر رخيص على مود الطلاب يشتروه، 3. أسماء المؤلفين، أحمد، خالد، ووليد، طاحة. ها خلصت، ضفت سجل جديد. شفتوا شقد سهلة؟ فهسا أي مستخدم تمام، مهما كانت خلفيته بالحاسبات أو في الكمبيوتر أو في تقنية المعلومات أو في قواعد البيانات، يقدر يستخدم هذا النموذج ويضيف إلى قاعدة البيانات، يمسح، يغير معلومات وإلى آخره. أوكي، رياضة ونشاط، مو ونشاط ونشاط بدني. شوفوا سعاني درت تحرير البيانات. ها خلصت، حفظ، إغلاق، تمام، أوكي، إغلاق وخلصنا. فهذا الجدول مالتي هسه، الجدول مالتي صح. وعندي شو اسمه النموذج هذا، هي أنا. زين، الحقل اللي أنا ضفته، الحقل اللي أنا ضفته وين صار؟ هذا، هي أنا. فعندي أنا الأول ثانوي التربية البدنية، رياضة ونشاط بدني، أحمد خالد ووليد طاها، سعر الكتاب 3، المخزن عندي 100 كتاب، وإحنا قلنا دار النشر هي AKP اللي هي القيمة الافتراضية. فأحسن ما أني أتنقل بالجدول وأكتب وأعمل هذه الأمور كلها، صار عندي نموذج ملون بسيط أقدر من خلاله أدخل البيانات وأحررها وأضيف معلومات لقاعدة البيانات حسب خبرتي في قاعدة البيانات. زين حبايبي، هذا موضوع الفصل هذا، نلقاكم بالحصة الجاية. شكرا جزيلا.